لحد دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هي المحاضرة الثالثة في منهج مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار للفصل الدراسي الثاني. الفصل الدراسي الثاني بدأ بنظرية المباريات. نظرية المباريات كان فيها محاضرتين، محاضرة عن الاستراتيجية الصافية أو الوحدة، والمحاضرة الثانية كانت على الاستراتيجية المختلطة. الآن المحاضرة الثالثة لنماذج النقل. المقدمة هنا بتقول إن نماذج النقل تساعد في اتخاذ القرار الخاص بنقل كمية من المواد أو السلع من مناطق العرض لها إلى مناطق الطلب اللي يحتاج هذه المواد أو السلع، بما يحقق أقل تكلفة نقل ممكنة. وده هدفنا، إن احنا نقلل من تكلفة النقل بين مناطق العرض ومناطق الطلب. والنقل بيبقى بين مين ومين؟ من أماكن العرض إلى أماكن الطلب، أو النقل من المصانع إلى المخازن، أو النقل من المخازن إلى أماكن التوزيع. إيه هي بقى شروط نماذج النقل؟ أول حاجة نقل الكميات الموجودة في مناطق التوريد أو العرض أو مناطق الصنع. نمرة 2 استيفاء احتياجات كل مناطق الطلب بالكامل. نمرة 3 تقتصر دراستنا على تساوي الكميات المعروضة مع الكميات المطلوبة. في أوقات كتير بتبقى الكميات المعروضة أكتر من الكميات المطلوبة، أو العكس، إن المطلوب هو اللي أكتر من المعروض، لكن إحنا هنقتصر في دراستنا على إن الكمية المعروضة تتساوى مع الكمية المطلوبة. ما هي طرق حل نماذج النقل؟ توجد ثلاث طرق. أول طريقة اسمها طريقة الركن الشمالي الشرقي، تاني طريقة طريقة أقل تكلفة، تالت طريقة طريقة فوجل. وسوف تقتصر دراستنا على طريقة الركن الشمالي الشرقي وطريقة أقل تكلفة، بمعنى إن طريقة فوجل اللي في الكتاب مش مقررة علينا. هنشوف مثال على نماذج النقل. إذا كان عندنا شركة لإنتاج أجهزة تكييف لديها ثلاثة مصانع، صد واحد وصد اتنين وصد تلاتة، في ثلاث مناطق جغرافية مختلفة، وتقوم الشركة بنقل الإنتاج من المصانع إلى ثلاث مخازن سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة، علما بأن هذه المخازن أيضا تقع في أماكن جغرافية مختلفة عن الأماكن الجغرافية بتاعة الإنتاج. وبالتالي إن هذه المنازل كونها إنها تبعد عن أماكن الإنتاج محتاجة نقل. ويوضح الجدول التالي الطاقة الإنتاجية لكل مصنع والطاقة الاستيعابية لكل مخزن، وكذلك تكلفة النقل للتكييف الواحد من المصنع واحد واثنين وتلاتة إلى المخازن واحد واثنين وتلاتة. نبص كده للجدول بتاعنا، عندنا المخازن واخدة شكل العمود، وعندنا المصانع واخدة شكل الصفوف. الأرقام اللي جوه كل فئة من الفئات اللي في الجدول تمثل تكلفة النقل من المصنع إلى المخزن. يعني لو خدنا الرقم 40 هو تكلفة نقل جهاز التكييف من مصنع صد واحد إلى المخزن سين واحد. ولو أخدنا الرقم 10، الرقم 10 ده يمثل تكلفة نقل التكييف الواحد من المصنع صد واحد إلى المخزن سين اتنين. ولو أخذنا الرقم 30 يتضح أنه تكلفة نقل التكييف الواحد من المصنع صد واحد إلى المخزن سين اتنين. بما نلاحظ كمان أن الطاقة الإنتاجية الكلية للمصنع صد واحد هي 90 تكييف. ننظر إلى سين واحد العمود الأولاني. العمود الأولاني هنلاقي إن الطاقة الاستيعابية 110، يعني هو محتاج يتخزن عنده 110 تكييف، بينما سين اتنين محتاج 100 تكييف، بينما سين تلاتة محتاج 90 تكييف.
لو انت جمعت الطاقة الانتاجية للتلات مصانع هتلاقيها 300 تكييف، ولو انت جمعت الطاقة الاستيعابية لكل المخازن هتلاقيها ايضا 300 تكييف. معنى كده ان العرض بيساوي الطلب، والمطلوب دلوقتي ايجاد تكاليف النقل اللازمة لنقل الانتاج من المصانع التلاتة الى المخازن التلاتة باستخدام طريقة الركن الشمالي الشرقي. يتم عرض الجدول اللي يضم كل المعلومات السابقة بالشكل الآتي. هنحط التكلفة في الركن فوق كده بين كل مصنع وكل مخزن، يعني الأربعين اللي موجودة فوق دي هي تكلفة إنتاج نقل التكييف الواحد من مصنع صد واحد إلى مخزن سين اتنين، وهكذا لكل المربعات الأخرى. طريقة الركن الشمالي بقى الشرق بتقول إيه؟ تلخص طريقة الركن الشمالي الشرقي بتخصيص أقصى كمية يسمح بها العرض أو الطلب في الخلية الأولى من الجدول، وهي الخلية صد واحد سين اتنين، ثم يتم ترك العمود أو الصف الذي استوفيت احتياجاته إلى الذي يليه، مع ملاحظة قد يكون مع الصف أو قد يكون مع العمود، أن مع ملاحظة أن كل عمود أو صف يتم الدخول إليه لا يتم الخروج منه إلا بعد استيفاء حاجته، وذلك بغض النظر عن التكلفة مسبقا. يعني لازم أن أنا اللي أدخل فيه ما أخرجش منه إلا لما أكمله. نشوف بقى بالتطبيق على جدول النقل السابق. نبدأ من الخلية صد واحد سين واحد بمقارنة العرض اللي هو في العمود ومقارنة الطلب لنفس الخلية اللي هو في الصف. الإنتاجية للمصنع الأول تبلغ 90، ما يقدرش ينتج أكتر من 90 وحدة، بينما المخزن الأول محتاج 110 وحدة. إذن أقصى كمية متاحة لهذه الخلية صد واحد سين واحد هي 90 وحدة، لأني هاخدها من المصنع الأول، وبذلك يتم نقل كل إنتاج المصنع الأول للخلية صد واحد سين اتنين، ويتم التحرك رأسيا إلى أسفل، أسفل ده يمثل المخزن، للخلية التي تليها صد اتنين سين واحد لاستكمال باقي احتياجات المخزن الأول من المصنع الثاني. يبقى أنا محتاجة للمخزن الأول 20 وحدة من المصنع الثاني. نبص كده للجدول اللي معانا، احنا حطينا 90 وحدة في الخلية صد واحد سين واحد، الطاقة الانتاجية بتاعت صد واحد 90، وحطينا 90 كلها. ليه كلها؟ لان الطاقة الاستيعابية للمخزن عايزة 110، اذا انا محتاج اخد 90 كلها احطها هنا عشان ابقى خلصت المصنع الاول. انزل بعد كده على الخلية التي تليها رأسيا، ما اخشش اي خلية تانية، هلاقي الخلية صاد 2 سين 1. الخلية دي الطاقة الاستيعابية بتاعتها 110، أنا حجزت 90 خلاص جايلها من المصنع الأول، محتاجة لسه 20 تكييف. هحط 20 تكييف في هذه الخلية، كده المخزن الأول خلص طاقته الاستيعابية، بينما ال 20 وحدة اللي هحطها في صاد 2 هتقلل من طاقته الإنتاجية 20، يتبقى لي من ال 130 110، دي بقى اللي محتاجة إنها تتوزع بعد ما أخد منها ال 20 وحدة في صاد 2 سين 1. بعد ما حطينا ال 20 وحدة في صاد 2 سين 1 كده المخزن الأول اكتفى خلاص، ما عادش يقدر ياخد اي وحدة تانية، بينما الطاقة الانتاجية للمصنع التاني اخذنا منه 20، يتبقى منه 110، ال 110 دول عايزين يتوزعوا. لو انا خدت الخلية صاد 2 سين 2 هلاقي ان الطاقة الاستيعابية بتاعتها 100 وحدة بس، ما اقدرش اخد ال 110 كلهم، فانا هحط ال 100 وحدة في هذه الخلية ويتبقى
10 وحدات في المصنع الثاني محتاجة انها تتنقل، بس هتتنقل لسين 3 وليس لسين 2. حطينا العشر وحدات في صاد 2 سين 3 وبجمع العشرين والمية والمية وعشرة نلاقيهم بقوا 130. اذا كده الطاقة الانتاجية بتاعت صاد 2 خلصت، والطاقة الاستيعابية بتاعت سين 2 خلصت. يتبقى لي دلوقتي الطاقة الانتاجية لصاد 3 والطاقة الاستيعابية لسين 3. نبص كده الطاقة الاستيعابية لسين 3، خدنا منها 10، خدنا منها 10 من المصنع الثاني. وانزل رأسي هلاقي ان انا محتاجة عشان اكون 90 وحدة، فانا محتاجة 80. ابص كده على صاد 3 هبص الاقيها الطاقة الانتاجية بتاعتها 80، فهروح حاطة 80. لو انت بصيت للشغل بتاعنا هتلاقي ان الطاقة الاستيعابية هنا مساوية للطاقة الانتاجية بالكامل. لو ما كانتش ال 300 هي جملة الطاقة الانتاجية والطاقة الاستيعابية هي 300 كان هيبقى في وضع تاني، لكن لكلهم متساويين كده المصفوفة دي اكتملت. ودي نكون وصلنا للحل المبدئي وفقا لطريقة الركن الشمالي الشرقي كما هو مبين في الجدول السابق. نجيب بقى التكلفة. تكلفة النقل في الشكل السابق، التكلفة عبارة عن ايه؟ مجموع حاصل ضرب عدد الوحدات بكل خلية في تكلفة النقل للخلية اللي موجودة في نفس الخلية فوق. أول خلية صاد واحد سين واحد فيها 90 وحدة، وتكلفة نقل الوحدة الواحدة 40 جنيه، يبقى أضرب 90 في 40، جبت تكلفة النقل للخلية صاد واحد سين واحد. هعمل نفس الشيء لكل الخلايا اللي بيها وحدات استخدمت. أبص الخلية اللي بعدها 20 في 15، ثم اللي جنبها 100 في 20، ثم اللي جنبها 10 في 40، ثم آخر خلية صاد 3 سين 3 هلاقي إنتاجها اللي تكلفة إنتاج الوحدة 25، فيها كم وحدة اتنقلت؟ 80 وحدة، فاضرب 80 في 25، بالمجموع تكون التكلفة الإجمالية للنقل 8300 جنيه ل 300 وحدة اتنقلوا من 3 مصانع إلى 3 مخازن. هنا في تمرين، بدي تمرين كواجب والمفروض انكم انتوا تروحوا تحلوه. انا مش هحله، انا عايزاكم انتوا اللي تحلوه علشان تتمرنوا على حل هذه الانواع من المسائل. هنا بنقول عندي مصانع ألف وب وجيم، وعندي مخازن سين وصاد وعين. الطاقة الاستيعابية للثلاث مخازن 1600 و900 و1100، بينما المصانع ألف وب وجيم الطاقة الإنتاجية الأولى 1200، الطاقة الإنتاجية للمصنع الثاني 1000، الطاقة الإنتاجية للمصنع الثالث 1400، لو جمعت العمود 3600 للطاقة الإنتاجية، ولو جمعت الصف للطاقة الاستيعابية يبقى برضو 3600، بمعنى إن العرض بيساوي الطلب. ده كل ما أقوله في نهاية هذه المحاضرة. المطلوب حل مسائل في الكتاب نبحث عليها في الأرقام وفي التمارين اللي فيها تكلفة الطاقة الاستيعابية تساوي الطاقة الإنتاجية. ونشوفكم في المحاضرة الرابعة.